سلام، لاباس عليكم. اليوم غنعاود لكم واحد القصه اللي دارت ضجه كبيره في الاواخر ديال 2017 ديال القاتل المتسلسل او لما يسمى بسفاح تويتر الياباني تاكاهيرو، المعروف باسم سفاح تويتر الياباني، اللي لقاو في الدار ديالو 9 ديال الجثث مقطعه كلهم بنات، واحد فيهم اللي ولد. في الاواخر ديال سنه 2017 ايكو تامارو، البنت اللي في عمرها 23 عام، اختفت بلا حتى شي سبب. البنت كانوا عندها مشاكل نفسيه كثيره بحال الاكتئاب. العائله ديالها منين سمعوا الخبر ديال الاختفاء ديالها كانوا عارفين وحاسين باللي غادي تكون واقع عليها شي حاجه. خوها قلب عليها في كاع البلايص اللي تقدر تكون مشات ليهم، سول كاع الاصدقاء ديالها، ولكن حتى شي واحد ما عطاها حتى شي سبب اللي خليها انها تختفي. قرر انه يحل البيسي ديالها ويشوف، على امل انه يلقى شي معلومه ولا شي خيط انه يعاونه باش يعرف فين هي اختو ويوصل ليها. منين حل البيسي ديالها دخل حسابها على تويتر، حيت هي كانت كتدخل تويتر بزاف، كانت كتبوستي تغريدات بزاف، فقال انه غيقدر يكون شي حاجه في الحساب ديالها على تويتر. ايكو كانت كتنشر تغريدات كتعبر فيها على الحاله النفسيه ديالها وبلي كانت باغا تنهي حياتها، وحتى على الافكار اللي كانت كتفكر فيهم. ومن الحوايج اللي بانوا ليه في الحساب ديالها هي واحد الحساب تويتر. هاد الحساب كان من الاصدقاء ديالها على تويتر وكانت ديما كتهضر معاه، ولكن الحاجه اللي غريبه هي انه لقاتو مصيفط ليها واحد الرساله اللي مكتوب فيها let's die together. ملي شاف خوها هاد الرساله عرف انه هاد الموضوع خطير بزاف، حاول باش يعرف المكان ديال هاد الشخص يوصل ليه ويعطيه شي معلومه على الاخت ديالو، ولكن شي حاجه اللي صعيبه بزاف من كون تويتر انك تعرف الشخص المكان ديالو. فقرر انه يتواصل مع واحد البنت اللي كانت كتعرف هاد الشخص اللي صيفط الرساله، وقدر يقنعها باش يوريهم الدار ديالو وفين ساكن. مشاو البوليس عنده حيت كانوا متاكدين انه عنده واحد الصله بهاد الاختفاء. منين وصلوا للدار ديالو اللي كانت بعيده تقريبا ب 40 دقيقه من الدار ديال ايكو، دقوا الباب وسولوا الشخص اللي في الدار على ايكو. نعت ليهم بايدي على واحد الغرفه. منين دخلوا يقلبوا البيت شافوا بزاف ديال الصناديق، وكل صندوق محطوط في جهه بوحديتو ومخبي. منين حلوا دوك الصناديق هنا فين كانت المفاجاه، للاسف لقاو جثث ديال البنات كلهم ووحده جثه ديال الولد. وللاسف الصدمه انه لقاو الجثه ديال ايكو مقطعه، وهنا عرفوا البوليس انهم قدام قاتل متسلسل خطير. هاد اللقب ديال سفاح تويتر الياباني ما جاش غير هكاك، انما حيت كان كيوصل الضحايا ديالو عن طريق تويتر. تاكاهيرو كان داير بزاف ديال الحسابات على تويتر، وكان حتى هو كينشر تغريدات على الاكتئاب وبلي حتى هو مريض وبلي حتى هو كيعيش واحد الحاله نفسيه، وكان كيستغل الناس اللي مرض بالاكتئاب واللي حالتهم نفسيه خايبه بزاف. كان كيتواصل معاهم خصوصا البنات، كان كيتواصل معاهم ويتعرف عليهم ويخليهم يثيقوا فيه، يقول لهم انه حتى هو كيعيش واحد الحاله اللي نفسيه وبلي هو وحيد وبلي حتى هو باغي ينهي الحياه ديالو، وكيقنعهم باش يجيو عنده للدار ويموتوا بزوج. من بعد ما كيجيو عنده للدار كيقتلهم وكيقطعهم وكيخبيهم وسط صناديق. كانت هذه هي القصه ديالنا اليوم. كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم، وكنتمنى ديروا ابوني وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.